السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال الكنافة، واخا انني كنعرف انني تعطلت عليكم بزاف، ولكن سمحوا لي على التأخير، كانوا عندي ظروف ما قدرتش نصور، ولكن الحمد لله انا جبت لكم اليوم واحد الوصفة سهلة مهلة وبسيطة بزاف، ويقدر الامهات كاملين يقدروا يوجدوها في الدار ديالهم بسرعة، وكتوجد في وقت وجيز دغيا كتوجد. نتقوا على بركة الله. هنا المقادير، بالنسبة للمقادير عندنا كنافة قطعناها هانتم كيف ما كتشوفوا ستيتوا بالمقص باش كتسهل علينا نستعملوها في اللاطة. عندنا هنايا انا بالنسبة عندي بالنسبة لهاد اللاطة هادي اللي دهنتها هنا كتشوفوها بالسمن، عندي كتدرفد 4 كيلو ديال الكنافة اللي هي هادي 4 كيلو، كل 4 كيلو ديال الكنافة كيدي نص المقدار، يعني مثلا هي نص ربع ديال الزبدة مذوبة، نص كيلو 4 كيلو ديال الكنافة، نص ربع ديال الزبدة، وكنستعملوا معاها 200 غرام ديال الريكوتا، جبنة الريكوتا، وواحد 100 غرام ديال موتزاريلا باش كتخليها كتعطيها داك القوام اللي كيجي بحال بيتزا، كيجي كيطلع بحال لاستيك. وانا بالنسبه للمكسرات للتزيين استعملت هنايا القرقاع واكاجو، تقدروا تستعملوا بيستاش، تقدروا تستعملوا اللاوس اللي متوفر في الدار ديالكم كتقدروا تستعملوه. وعندي هنايا واحد المعلقه ديال السكر، ديك الساعه نوريكم ديال اش كتستعمل. وعندي هنايا نكهه ديال التشين الليم البرتقال. وبالنسبه للسيرو عندنا كاس ديال السكر، كل كاس سكر كيمشي معاه كاس ونص ديال الماء، كاس ديال السكر كيمشي معاه كاس ونص ديال الماء. وبالنسبه لهاد السيرو هذا اللي كنسقيو به الكنافه ما كنخليوش حتى كيتكراميليزا، غير كيرجع خفيف، ما هو شي خفيف بزاف ما هو ثقيل، يعني كيرجع بحال اللي كنقولوا حنا هنايا النبار، وكنزيدوا عليه على حسب الاختيار، يا كتعمل عليه هاد النكهه ديال البرتقال اللي قلت لكم، او كتعمل عليه الحامض واحد شوج الحامض او مزهر. ننتقلوا على بركه الله للطريقه ديال التقديم التحضير. كنزيدوا دابا كنعملوا بحال هيدا، كنجبروا هاد الزبده هادي اللي ذوبنا في هذا، وكنحاولوا نعملوها هيدا باش كتختلط وكترطب لنا الكنافه ديالنا. انا غنوريكم الطريقه كيفاش. هي ملي كنعملوا عليها الزبده كطيح مزيان. دابا هنايا هانتوما كتشوفوا ديك المعلقه السايده اللي قلت لكم، هنايا كنخويوها في هذا المول هذا هنايا اللي عملنا فيه ديك المعلقه ديال السمن ودهناها. هذا السر ديال هذه المعلقه ديال السكر هو انه كاين الناس كيعملوا لها الملون باش كتعطيهم اللون مذهب، انا ما كنبغيش نعمل اللون ديك الالوان كانت في هذيك الملونات، كنعملوا هذا السكر هذا، ملي كتجي طيبها كتعسل من تحت كتعطي داك اللون معسل. وكنشبروا هذه الكنافه هذه، كنعملوا النص ديالها كنقسموها على جوج وكنعملوا النص ديالها. ملي كنعملوا هاد النص ديال الكنافه هنايا كنبداو نبسطوها بالراحه ديال اليد هيدا، اولا كنشبروا كنعملوا ديك شي الكاس القاع ديال الكاس، وكنبداو هيدا كنبسطوها مزيان حتى كترجع بحال الخبزه هنايا، ما كتبقاش عندها الخاوي ولا شي حاجه، ولا جبرنا شي حاجه خاويه كنعاودوا نعمروها بالكنافه، خاصنا يجي القاع ديالها يكون مزيان، يكون الساس ديالها مزيان. هيدا كنبسطوها مزيان، ملي كنبسطوها فحال هيدا مزيان كنضيفو دابا الريكوطا، كنفرتوها هيدا، انا كنعمل يدي لان ما كايناش شي طريقه اخرى باش نعملوا الريكوتا. هذه الريكوتا انا قلت لكم 200 غرام، 200 غرام كتجي هي هذيك مع 4 كيلو، اللي كيعجبو بزاف الفرماج يقدر يزيد، انا عملت 200 غرام بالحق، كان ممكن انك تعمل اكثر ممكن تعمل اقل، المهم حق هي راه كنافه هي الفرماج، هذا هو اللي كاين. نتوما حاولوا ما توصلوهاش للراس ديال الصينيه لان الفرماج كيلصق في الصينيه، وهي ما ساعتك غتخسر لنا القوام ديالها، خير ما هو كنعملوا في الوسط، لان حنايا منين غنشبروا غنضيفوا النصف الثاني ديال الكنافه كيزيد كيطلع هذا غيزيد يرجع مزيان. وغني غنساليو هاد الريكوطا هنايا، كنزيدو هاد الموتزاريلا اللي قلنا حتى هي دائما في الوسط بحال هيدا،
هانتوما كيف ما كتشوفوا كملنا داك الريكوتا وديك الموزاريلا. كاين الناس اللي كيعملوا معاها هاد المكسرات مدخل، انا ما كتعجبنيش بالمكسرات مدخل، كتعجبني الطبيعيه. دابا ملي سالينا هاد الشيء هذا غنزيدوا النصف الثاني ديال الكنافه اللي غنغطيو به البلا ديالنا. ملي عملنا هاد النصف الثاني ديال الكنافه هانتوما كيف ما كتشوفوا عملناها فوق، كنعاودوا نبسطوا هيدا بالراحه اليد ديالنا. هيدا هيدا كيف ما قلت لكم ديك الجبن اللي داخل كيرجع من الجناب وساعات كيعمر كلشي. ملي كتشوفوا هاد الكنافه شويه مكوره زولوها وعاودوا رجعوها ل الحيطه، نحاولوا نبسطوها باش باقصى درجه ديالنا باش كتماسك وكتشبر متعه. هنايا عملنا داك الكاس ديال السكر مع كاس ونص ديال الماء وغنخليهم يغليو مزيان، وديك الساعات غنوريكم كيفاش كيخرج الطريقه ديالو، كيفاش كيخرج الشكل النهائي ديال هذا السيرو. دابا غادي نعملو غنقول لكم واحد السر في هذه الكنافه. انا بالنسبه ما كنطيبهاش كامله في الفرن، كنشبرها كنعملها فوق البوطه، غير هو الطريقه ديال الطهي ديالها ما كننزلهاش هيدا في الوسط، كننزلها في الجناب وكنبقى ندورها هيدا، كنبقى ندور هيدا 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 هيدا، ولكن دائما في الجنب جنب 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 جنب، لان من الجنب كيعطيني شان الداخلي ديالو، وديك الساعه كطيب كامله. وحين كطيب من تحت وكتشوفها من هاد الجناب هذا دخلات رجعت لينا هي كتصغر، ديك الساعه كندخلها للفران كنشعل عليها الفوق باش كتحمر لها الوجه ديالها، وديك الساعه كنسقيها بالسيرو يكون سخون وهي تكون سخونه. او مثلا الا مثلا بغيتي توجدها قبل ما يجيو الضيوف ديالك كتقدر هي توجدها وما تسقيهاش، وتوجد السيرو ديالك وما تسقيش به، وكني كيقربوا يجيو الضيوف ديالك كتدخلها للفران واحد 5 دقائق حتى كتسخن، وكتسخن السيرو ديالك مزيان وكتسقيها عليه مزيان، لان هي كتكال سخونه ماشي بارده، لان ملي كتكون بارده كيشرب داك الكنافه كتشرب داك السيرو وكيبقى كتجي شاحته. دابا حنا غنبداو نطيبوها وندوروها بحال اللي قلت لكم جنب 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 هيدا، انا باش نعمل لي دون لان ماشي تحرقوا لي يدي لان سخنت. هيدا دائما الجنب. هانتوما كيف ما كتشوفوا شفتوها كيفاش كتبدا صغار على المقطع ديالها، كتصغر هانتوما شفتوا كتبدا صغار، هانتوما شفتوا كيفاش صغارت. حنا كندورو بحال هيدا كندورو كندورو حتى كنحسوا بها، كنشوفوا الجناب ديالها بداو كيحمروا، يعني هذاك حتى داك السكر عطى المفعول ديالو كيجي لذيذ. وطبعا ما غنقولكم شي واحد الريحه طالعه كتحمر، لان خصوصا ديك السكر ملي كيتحرق مع ديك السمن كيجي رائع جدا جدا جدا، زعما والله العظيم الى انا باغارتي حق الله. وهانتوما كيف ما شفتوا ساهله الطريقه وكتوجد دغيا، خصوصا ملي كنعملوا هاد القضيه فوق البوطه، لان هي نورمالمون الكنافه ما كتبش في الفران كتب في البوطه، غير انا باش نعمل نزربي راسي دغيا غنطيبها من تحت فوق البوطه، اولي انني نقلبها ونعملها عاود طيب فوق البوطه، واللي هذا حتى هو ممكن كتعاود ديك ساعتك ملي كتجي تقلبها في الطبس كتقلبها في الطبسين اولا في الراس ديال واحد دي المغطى ديال شي طنجره، كتعاود دهن السينيه هاد السينيه هذه كدهنها عاود بالسمن وكترشها بنفس الطريقه الاولى كترشها بسنيده، وديك ساعتك كتقلبها وكترجع كطيب بحال بحال اللي عملنا دابا. كيف ما قلت لكم هانا بقى كنطيب هيدا، ولكن هانا اليوم غنعمل معكم ديك التجربه باش تشوفوها حتى نتوما. كنشبروا هذا المغطى هذا اللي هو كنبداو نضغطوا به هيدا عليها باش كطيب مزيان ياك، وانا غنوريكم كيفاش الطريقه ديال الطريقه ديال الفرن. انا قلت لكم ساهله مهله، كتشبرها بحال هيدا كتدخلها للفران كتعملها كتحمر من الفوق وصافي كتخرجها كتسقيها بهذه الطريقه هذه. انا باش نوريكم كيفاش غنقلبوها وكيفاش نعاودو نرجعوها في الفوينتي، وديك ساعتك كتخرج اسهل وكتخرج بطريقه سهله مهله وهيدا كتخرج مزيونه. دائما انا قلت لكم ما تنساوش دائما نفس الشيء الجنب ها كيف ما كتشوفوا كنطيب انا على الجنب هاي شي بوطه فينيه كنطيب دائما على الجنب، وملي غنقلبها غنوريكم كيفاش طابت من تحت. طبعا
ملي كنشوفوا هذا الشو داك السيرو كيفاش طلع، كنزيدوا عليه شويه ديال ما الزهر هيدا، كنشوفوا كيفاش غيبدا يغلي، كيبدا يطلق واحد الفقاعات، كيطلق واحد الفقاعات، كنخليهم واحد 10 دقائق، وديك ساعتك كنبداو كنسحبوه ونخليوه حتى نساليو الطياب ديال الكنافه ديالنا، كنزيدوا واحد القطيره ديال الروح ديال البرتقال، كتجي رائعه جدا جدا جدا. انتما كتشوفوا انا قلبتها، شفتوا كيفاش كيجي الوجه ديالها، كيجي مقرمب، ولكن ملي كتقلبوها ضروري تتكيو عليها هيدا. وطبعا انا قلت لك عملنا لها عاود عملنا ديك السمن في القاع، وزدنا وعملنا له شويه وجد السكر، السكر انتما كتشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش كيخرج. دابا ملي كنزولوها من المقله كنبداو نسقيوها بهذا السيرو اللي وجدنا، هي كل ما سقيناها مزيان كتجي مزيانه وسورتو سخينه باش كتجي رائعه. وها هو الشكل النهائي ديالها كيفاش كتجي، كتجي غزاله وصراحه غير جربوها، وهانتوما غتشوفوا كيفاش غتجي كي المذاق ديالها، وغتشوفوا كيفاش غنقطع واحد الطريف وتشوفوا كيفاش كيجي من داخل. هنا باقا سخونه، هي راه دائما كتكون سخونه، راه خصها تقطع وهي سخونه باش كتشوفوا. انتما كيفاش كتشوفوا وها هو الشكل النهائي ديالها، كيجي رائع بالصحه والراحه، وان شاء الله نقدم لكم وصفات اخرى احسن من هذه ونستافدوا منها ونستافدوا جميعا. وما تنساوش تضغطوا على الزر وتشاركوا معايا في القناه ديالي باش نقدم لكم الجديد ونبدا، وتقوا على الاشتراك والجرس، واتقوا على الجرس راهو بالحميمر في الجنب، تكيو عليه باش دائما يطلع لكم الجديد ديالي، وشكرا وبصحه وراحه.